حياكم الله من جديد. قناة خلف أسهم، ابحثوا بعبارة خلف أسهم على اليوتيوب. محتوى ترفيهي تعليمي عن السوق السعودي والأمريكي، وليس دعوة لبيع أو شراء. طيب، نبدأ بسهم Saudi Industrial Investment Group، سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. طب سهم جميل ورائع ويوزع أرباح باستمرار. الآن ارتفع بقوة في الفترة الأخيرة من 15 ريال إلى 40 ريال، فترة يعني ارتفاع قوي على سهم ثقيل زي استثمار الصناعي. الآن السهم في تراجع وعنده شكل فني جيد، جيد على المدى البعيد، لكن على المدى المتوسط والقصير سوف يتراقص هكذا، فهناك فرصة للتراقص معه بكبرياء وأدب رقصات الرجال المعروفة التي ليس فيها تميع وإسفاف. يمكنك المضاربة فلنقل بدلا من الرقص عند 25.5، 44.5 و29، هذه المستويات التي يمكن للسهم أن يتمرجح حولها، وهي فرصة جيدة. الآن نقول إن شاء الله السهم سوف يرتد من 25.60 حسب ما يظهر لي، هناك بوادر جيدة، ففي فرصة للارتداد إلى 29، ونقول إن شاء الله ويخترق 29 فسوف يذهب إلى 30-32، لكن هذه فائدة خطوط الدعم التي أرسمها، هكذا تقرأها، تنتظر خطوط الدعم وتستطيع المضاربة عليها أو الاجتهاد. طبعا كل ما أذكره هنا هو محتوى ترفيهي تعليمي، لا أريدك أن تضارب، لا أريدك أن تشتري أو تبيع، هذا قرار خاص بك، لكن أطرح هذا المحتوى الترفيهي والتعليمي يلهمك للقرار الصائب ويلهمك لما هي الخطوة التي مناسبة لك. هناك من الناس مناسب له الاستثمار بعيد المدى والمضاربة بالسوق الأمريكي، هناك أشخاص يضاربون مضاربة أسبوعية بالسوق السعودي، فهي تختلف الاحتياجات وتختلف الإمكانات أيضا، ربما أن المضاربة ليست مناسبة لك، فيجب عليك أن تستكشف نفسك. هذا هو من الأشياء الجميلة في أسواق الأسهم، أنها من خلال سوق الأسهم تعرف نفسك. فانظر للوسائل المضاربة وسائل التداول التي أو أنواع التداول التي تستطيع الربح منها وتستطيع النجاح فيها. طيب خلونا ننتقل للسهم اللي بعده. سهم سوف أعيد الأسهم التي سوف أذكرها هنا وقت اللياقة، الأسماك، المجموعة السعودية انتهينا منه، ودور الضيافة. خلونا ننتقل السهم وقت اللياقة الآن، 18-30 أو لجام سبورتس. طيب لجام سبورتس أيضا من الأسهم الواعدة التي توزع أرباح ما شاء الله باستمرار، وأظهرت قوة في السنتين الأخيرتين. الآن السهم يتراجع بعد أن ارتفع طيب، ما هي مستويات الدعم؟ 90-80-70، هذه مستويات الدعم. لا زال في ترند هابط السهم، لكن في فرصة للارتداد مع السوق، الله أعلم، في فرصة للارتداد مع ارتداد السوق، وقد يكون فيه فرصة للمضاربة في هذه عند هذه المستويات 100-110 و200 يوم. مشكلة السهم أنه أغلق دون مستوى 200 يوم وسوف يدخله في تموج في الفترة القادمة، لكن سهم لجام أسهم توزيعات لا بأس بها، لكن أيضا السهم التوزيعات يجب أن يكون سعر مناسب للدخول عند سهم توزيعات حتى تحصل على مستويات من الربح طيبة. ما هو معقول أنك تحصل على 1-2% بينما في أسهم توزع 7-8%. طيب خلونا ننتقل لسهم الأسماك. سهم الأسماك أيضا سهم مضاربي من الطراز الأول، وأظهر ارتفاع في الفترة القادمة، اكتتاب ثم ارتفع ثم هبط، الآن عند مستويات 30-35 تعتبر دعوم للسهم، لكن حقيقة سهم الأسماك مرعب، وأيضا محبوب بعد بعض المتداولين يحبون سهم الأسماك لأنه إذا ارتفع بشكل مستمر، لكن أنا بالنسبة لي لا أحب الاقتراب من هذه الأسهم،
قد أتفرج عليها من باب المتعة والمشاهدة فقط، وأحيانا أضارب بمبالغ بسيطة جدا لا تتجاوز مبلغ بسيط مقارنة مع استثماري أو مضاربتي الأسبوعية في أسهم أخرى. إذن عندنا سماك ها هو يرتد من مستوى 30 ريال ويتحرك بنسبة 10%. طيب أين يذهب؟ أول نقطة عندنا 35 ريال. طيب ننتقل لآخر سهم عندنا وهو دور هوسبيتاليتي، سهم دور للضيافة، أيضا سهم دور من الأسهم التي عانت بسبب أزمة كورونا، عفانا الله وإياكم من جميع الفيروسات. الآن السهم يتراجع عند مستويات الدعم. ما هي مستويات الدعم؟ 20، لا أتوقع أن يتجاوز 17، لأنه كل شيء ممكن في سوق الأسهم، لكن نقطة 20 تعتبر دعم قوية وتاريخية لسهم دور. أيضا ربما لا يصل 20 بالنظر لارتداد السوق، لو ارتد السوق فسوف يحلق السهم إلى 23 و25 مباشرة، بينما أنا لا أحب الدخول إلا عند مستويات الدعم التاريخية حتى أطمئن، هذا طبيعتي بالتداول. طيب شكرا جزيلا لكم، نشاهدكم في فيديوهات أخرى. See you on the other side. Bye bye.